تحلق الأخبار في مدارات، نقرأ واقعها ونتعمق في تفاصيلها ونستشرف ما قد تفضي إليه من أحداث وتطورات. في حلقة اليوم نتابع ترقب لنتائج اجتماعات الفرصة الأخيرة في القاهرة بشأن الهدنة في غزة، التوصل لاتفاق وإسكات صوت السلاح أم تعميق للاجتياح؟ كيف تستغل إسرائيل حرب 7 أكتوبر للقضاء على كل ما تبقى من مظاهر السيادة الفلسطينية؟ أشهر من الجهود الدبلوماسية المكوكية في محاولة للتوصل إلى صفقة لتبادل المحتجزين وإقرار وقف لإطلاق النار في غزة، بيد أن المفاوضات لا تزال تراوح مكانها في ظل اتساع هوة الخلافات بين إسرائيل وحماس حول بنود أساسية في اتفاق الهدنة. أولى تلك الخلافات تتعلق بعدد المحتجزين المقرر الإفراج عنهم خلال المرحلة الأولى، حيث تطالب إسرائيل بالإفراج عن 33 محتجزاً على قيد الحياة من النساء والمجندات وكبار السن والقاصرين من غير الجنود والجرحى المدنيين، بينما تريد حماس الإفراج عن 33 محتجزاً في المرحلة الأولى سواء كانوا أحياء أو جثامين من نفس الفئات. ثاني الخلافات تتعلق بصيغة الإفراج عن المحتجزين المدنيين، حيث تطالب حماس بتحرير 30 أسيراً مقابل كل محتجز مدني، بينما تعرض إسرائيل 20 أسيراً فقط. وفيما يتعلق بالإفراج عن المجندات المحتجزات، تطالب حماس بتحرير 50 أسيراً مقابل كل مجندة، في حين عرضت إسرائيل 40 فقط. كما امتد الخلاف إلى وتيرة الإفراج عن المحتجزين، حيث تطالب إسرائيل حماس بالإفراج عن 3 محتجزين كل 3 أيام، بينما تتحدث حماس عن إطلاق 3 محتجزين كل 7 أيام. وترفض إسرائيل تقديم أي التزامات بعدم استئناف الحرب على القطاع، بينما تطالب حماس بوقف دائم لإطلاق النار. في هذا الشأن أضافت حماس بنداً جديداً حال عدم موافقة إسرائيل على بند الهدوء المستدام، وهو الإفراج عن 18 محتجزاً فقط في المرحلة الأولى وليس 33. وفي ظل تلك المعطيات نتساءل، هل ينجح الوسطاء في تقريب وجهات النظر والتوصل لاتفاق لإسكات صوت السلاح، أم تقدم إسرائيل على تعميق الاجتياح؟ نفتح نقاشاً في هذا الموضوع مع ضيوفنا من القاهرة، أستاذ العلوم السياسية دكتور طارق فهمي، ومن حيفا المحاضر في جامعة حيفا الدكتور محمود يزبك، ومن واشنطن عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي السيد كالفين دارك
أهلا بك معنا سيد دارك ويزبك وفهمي. أبدأ معك دكتور طارق فهمي ضيفنا من القاهرة. حضور وفد إسرائيل، الولايات المتحدة، حماس وقطر إلى القاهرة، اجتماع يضم الأطراف الخمسة، هل يعد ذلك مؤشرا على قرب توقيع اتفاق؟ نتمنى حدوث ذلك طبعا، لكن بطبيعة الحال في بعض التطورات التي طرحت من قبل الطرفين وهي مستجدات متعلقة بما أشرت حضرتك إليه. جزء منه هيبقى مرتبط بالرد على الرد، بمعنى أن الجانبين بدأ في طرح بعض الرؤى والأفكار الجديدة الخاصة بالأعداد والخاصة بآليات التنفيذ بالنسبة للعائدين أو النازحين، وبالنسبة أيضا للضمانات التي يمكن أن تتحقق في المرحلة الأولى، مع التأكيد على دمج بعض المراحل، ربما يكون دمج المرحلة الأولى والثانية لإفساح المجال لبناء إجراءات ثقة، إضافة إلى التحديد الأطر التي يمكن أن تتم فيها الصفقة في 80 يوم 42، لكن هو الحديث عن احتمالية أن تدمج هذه المراحل. في جزء مما يجري هو تقبل الجانب الإسرائيلي. من الواضح أن الجانب الإسرائيلي، الوفد طبعا بيضم شخصيات ليست على مستوى القادة، فبالتالي يجب التحسب لهذا، وربما سيسمعوا وينصتوا وينقلوا الصورة ثم يعودوا إلى تل أبيب لتقييم ومراجعة هذا الأمر، وبالتالي الأمر لن يتم بصورة أوتوماتيكية، لكن في تفاؤل كبير بالنسبة لإنجاح هذه الجولة لاعتبارين. الاعتبار الأول هو مرتبط بالتدخل الحاسم بالنسبة للولايات المتحدة، لغة جديدة تتحدث بها، التأكيد على ضرورة إتمام المرحلة الأولى بصرف النظر عن التفاصيل والخلافات، لأنه من الواضح أن الإطار متفق عليه لكن التفاصيل هي التي يتزرع بها الطرفين، وفي صراع مع الوقت للوصول إلى هذا. المخاوف لا تزال طبعا قائمة في احتمال ذهاب نتنياهو إلى عمل غير مسؤول ويستكمل مقام به، بصرف النظر عن الضغوطات التي يتعرض إليها الآن في التوقف والبحث في صيغة أخرى. الواقع يقول أننا أمام مقربة من تحقيق هذا الهدف، لكن بطبيعة الحال الأمر يحتاج إلى توافقات نبدأ منها الجزء الأول، لكن الإشكاليات لا تزال قائمة. هناك افتقاد للثقة، يحاول الوسطاء إعادة تدوير بعض الأفكار والرؤى القديمة والبناء عليها، مع التأكيد على الثوابت والعمل وفق هذه الأطر، لكن النسب والأعداد والتفاصيل الخاصة بالنازحين وعودتهم ووقفة أعمال الطيران في المناطق التي سيعود بها النازحين وغيره، دي بقى تفاصيل حضرتك متعلقة بوثيقة العمل والتنفيذ، وهي محل طبعا جدال حتى هذه اللحظة بين الطرفين. نعم، في ضوء ما ذكرت دكتور طارق فهمي، انتقل لدكتور محمود يزبك ضيفنا من حيفا. سيد يزبك، هل نتفائل في ضوء هذه المعطيات التي ذكرها الدكتور طارق فهمي من القاهرة؟ أستاذ حاسم، مساء الخير لك ولضيوف الكرام. في طبيعة الحال ما يحدث الآن على الأقل على الجانب الإسرائيلي، يعني إذا ما بحثنا في اليومين السابقين نجد على أنه في مساء اليوم السابق كان هناك نوعا من التفاؤل، إذا استعملنا مصطلح تفاؤل تشاؤم، كان نوعا من التفاؤل، وانتقد هذا التفاؤل إلى تشاؤم كبير في المجتمع الإسرائيلي. ومن كل التحليلات حين تجريها وتقوم بتقييم الأمور مقارنتها مع بعضها البعض، تجد أن هنالك عقبة واحدة كأداء تقف في أمام توقيع هذا الاتفاق والوصول إلى اتفاق. هذه التفاصيل الكثيرة لن ندخل فيها الآن. العقبة هي شخص واحد. من هو؟ اسمه بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية. هذه يعني انظر إلى الصحافة الإسرائيلية، حتى صحافة المركز، يمين مركز، ليس صحافة ما يسمى اليسار، كلها تتفق على أنه المسؤول عن إفشال هذه المفاوضات الآن والذي يريد ويسعى لإفشال هذه المفاوضات هو بنيامين نتنياهو. والسبب في ذلك واضح، السبب يعني أعتقد نتنياهو وضع، هو الذي بلسانه وقف أمام الجماهير وأمام التلفزيونات والصحافة ووضع أهداف الحرب. وأهداف الحرب الأساسية هم اثنان، الأول هو القضاء على حماس، والثاني هو تحرير الأسرى الإسرائيليين بالقوة، يعني بعد القضاء.
وأي من هذين الهدفين لم يتم تحقيقهما، وعلى ما يبدو لن يتم تحقيقهما حتى الآن. وملفت جدا أن أقرأ لك سطرا مما قاله رئيس الأركان، رئيس أركان الجيش السابق، ليس الأسبق، يعني الذي كان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قبل سنة حوالي. هو يقول كوخافي، يائير كوخافي، لا مجال لإعادة المحتجزين الإسرائيليين دون وقف الحرب. هذا ما يقوله رئيس أركان جيش. وأضف إلى ذلك هنالك وثيقة تم نشرها قبل حوالي شهرين من حوالي 120 ضابط من أهم الضباط في الجيش الإسرائيلي السابقين، الذين كذلك كرروا أمام نتنياهو وأرسلوها نتنياهو بأنه حسب المعطيات التي يفهمونها كعسكريين لا مجال أمام الجيش الإسرائيلي لاستعادة المخطوفين إلا بوقف الحرب. إذن نتنياهو لا يريد توقيع اتفاق مع حركة حماس بالنظر إلى أن الأهداف التي قام نتنياهو بالإعلان عن الحرب لأجلها لم تتحقق هذه الأهداف حتى اليوم بعد 7 أشهر من الحرب. سيد كالفين دارك، هل بالفعل نتنياهو لا يريد اتفاقا مع حماس، لا يريد إنهاء لهذه الحرب؟ أعتقد أن هناك أهداف سياسية تجعله لا يريد هذه الاتفاقية، لأن هذه الاتفاقية أصبحت عائقاً لمستقبل نتنياهو السياسي، لأن نتنياهو قد أدرك أنه قد خسر الدعم في داخل إسرائيل وخارجها أيضاً من الولايات المتحدة الأمريكية. لذا هو يعلم أن نهاية هذه الاتفاقية ستجعله يخسر مقعده، وبالتالي تستمر هذه الحرب بهذا الزخم، بهذا العنفوان، بهذه القوة والغطرسة من قبل الجيش الإسرائيلي على المدنيين. الغارات تتركز على رفح جنوبا في هذه المرحلة، إضافة إلى استهداف المدنيين في عموم القطاع. سيد دارك، في الواقع أعتقد أنه واحدة من الأشياء التي رأيناها أن هناك تعليق لشحنة الأسلحة التي كانت من المفترض أن تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل. أنا لم أرى أن هناك تغير في سياسة بايدن الداعمة لإسرائيل، ولكن أرى أن توقف هذه الأسلحة تقول أن بايدن يريد أن يرسل رسالة لنتنياهو أنك إذا ما قمت بوقف هذه الحرب سوف تخسر الدعم المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد هذه الحرب أن تنتهي، وتريد أن يتم الاتفاق وأن نصل لهدنة ووقف إطلاق النار فوري ودائم. إذن الولايات المتحدة تريد وقف هذه الحرب. دكتور طارق فهمي، هل بالفعل الصورة كذلك؟ وإذا أرادت الولايات المتحدة إيقاف الحرب لا تستطيع إيقافها الآن وفق المعطيات؟ أنا في تقديري أن الولايات المتحدة غير يعني لا تريد إيقاف الحرب لاعتبارات متعلقة أصلا بالعلاقة الأمريكية الإسرائيلية، وليست فشل الإدارة في الضغط على نتنياهو. هذا كلام غير صحيح، والعلاقات ما بين الولايات المتحدة وما بين إسرائيل ليست علاقات شخصية ما بين رئيس الوزراء والرئيس بايدن، ليست بهذه الصورة تدار العلاقات الدولية في الحب أو الكره أو غير ذلك. هذا كلام غير صحيح. هناك توافقات كبيرة بين الإدارة الأمريكية الحالية وبين الحكومة الإسرائيلية، ونستطيع أن نعدد عشرات من النقاط الداعمة لأمن إسرائيل، من الأقوال إلى الأفعال، ليست صفقات سلاح وإنما حوار استراتيجي مستمر، تنسيق عملياتي ولوجستي، تواجد عسكري في إسرائيل لدعم الإجراءات العسكرية. الخلافات يا سيدي خلافات شكلية، لا تصدق أن هناك خلافات حقيقية، الخلافات سطحية وشكلية متعلقة بمسار العمليات العسكرية سواء في رفح أو كان في خارجها، بمعنى أنه لا يوجد أي خلاف في عملية رفح بالنسبة للأمريكان والإسرائيليين. الجانب الأمريكي يعترض فقط على موضوع الإخلاءات والأماكن البديلة وغيره، وبطبيعة الحال
التنسيق تم، وقبل أن تبدأ عملية رفح المحدودة كان هناك تنسيق أيضا أمني وعسكري واستراتيجي بين وزيري الدفاع وهيئة الأركان وغرفة الاتصال المشترك. فبالتالي الحديث أن الولايات المتحدة تستطيع أن تكبح جماح نتنياهو وتسيطر عليه وما إلى ذلك، الولايات المتحدة شريك وشريك متواطئ ومتباطئ فيما يجري، وفي جزء مما تقوم به في موضوع الوساطة يجب التحسب لي، لأن هناك دعم أمريكي للجانب الإسرائيلي في المفاوضات، وكان من الممكن في البداية أن يتم الضغط على نتنياهو إذا أرادت الإدارة الأمريكية. لم تسعى إلى هذا، استدعت جانتس واستدعت مسؤولين عسكريين وأرادت أن تغير الحكومة الإسرائيلية، لم تستطع، وحرضت على نتنياهو للإطاحة به. وفي النهاية هذا بالنسبة لموقف الولايات المتحدة. عذرا للمقاطعة دكتور، لكن نريد أن نعرف أين نقاط الخلاف؟ ما الذي يعطل الصفقة بين حماس وإسرائيل بعد حالة التفاؤل التي سادت الشارع الفلسطيني بعد موافقة حماس على المقترح المصري القطري قبل يومين؟ أنا في تقديري أن الحكومة الإسرائيلية ما تزال تتحسس خطواتها، والحكومة ليست نتنياهو فقط، يعني للأمانة تقتضي أن نقول مجلس الحرب لديه تحفظات عديدة ولا يوجد انقسامات حقيقية عكس ما هو شائع في الميديا الإسرائيلية. هناك توافق بالنسبة لمجلس الحرب على استمرار العمل العسكري والوصول بالعملية إلى أهدافها النهائية. القضية ليست الوصول إلى المعبر أو غلقه أو ما إلى ذلك، هناك ترتيبات أمنية لابد أن تستوفيها القوات الإسرائيلية في هذا الإطار. حتى الآن لم تستوفيها الترتيبات الأمنية، ليست فقط غلق المعبر وإنما إجراءات ترتيبات أمنية من جانب واحد، وتتزامن الأحداث مع بعضها مع غلق المعبر من الجانب الإسرائيلي، فتح المنفذ البحري ثم الحافي طبعا الميناء والرصيف البحري، ثم الحديث الخبيث الذي يتردد أمريكيا وإسرائيليا حول فتح المطار، أيضا مطار عرفات. وبالتالي هنا وكأنك تغلق معبرا وتغلق كل المعابر من الجانب الآخر وتفتح طرق وممرات بديلة، فهذا معناه أن هناك مخططا مشتركا نلمحه في الأفق ما بين الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي. كما أشرت، إسرائيل والولايات المتحدة طرفين شريكين متضامنين فيما يجري، وبالتالي الولايات المتحدة إذا أرادت أن يكون لها مصداقية فيما يجري أن تمارس ضغوطاتها المباشرة لإنهاء هذا التعنت وتبدأ خطوة جديدة في ظل ترتيبات أمنية واستراتيجية مقبولة. وأن تطرح هذا، أذكر حضرتك أن ويليام بيرنز في باريس 2 وضع إطارا أمنيا محددا كان يمكن لإسرائيل أن تعمل من خلاله، والمؤكد أنه عرض على إسرائيل قبل أن يطرح على الوسطاء والشركاء في هذه المفاوضات. تمام، ابقى معنا دكتور طارق فهمي، سأعود لك فيما يتعلق بمعبر رفح واحتلال إسرائيل له من الجانب الفلسطيني. سيد يزبك، أنتقل لك والحديث عن الخلافات اليوم بين حماس وإسرائيل. هل يمكن سد الفجوات وكسر الهوة بين الطرفين باعتقادك من أجل التوصل إلى اتفاق في ضوء المواقف المعلنة إسرائيليا ومتابعتك كذلك للبيت الداخلي الإسرائيلي؟ السيد طارق فهمي تحدث قبل قليل وأشار إلى نقطة مهمة كذلك حضرتك فيما يتعلق بأنه البيت الإسرائيلي كله يجمع على أهداف الحرب. نعم، يعني من ناحية حماس واضح جدا أنه التوصل إلى اتفاق دون إنهاء الحرب لا يهم التفاصيل الآن، لن ندخل بالتفاصيل. القضية الأساسية هي إنهاء الحرب، لأنه لا يعقل أن تكون ثلاث مراحل، مرحلتين، مرحلة لتبادل الأسرى، وبعد أن ينتهي تبادل الأسرى تقوم إسرائيل من جديد يعني بقصف وقتل مثل ما يحدث الآن. ويعني هذا يعني لن يقبله أي عاقل فلسطيني أيا كان يكون فيه أو غير فيه، هذا واضح. المشكلة الآن في الطرف الإسرائيلي. الطرف الإسرائيلي يعني إذا قرأنا كلام جانس مثلا من يوم البارحة حين كانت هناك أمور في بعض التفاؤل، جانس حضر وطبعا كلامه موصول إلى نتنياهو ويقول له بالحرف الواحد لن نسمح بإدخال مصالح سياسية تمنع الاتفاق. بمعنى أنه جانس يشك، يعني شكوك واضحة، وهو لا يقولها دائما يعني بالعلن تجاه نتنياهو. وهذه الإشكالية، مجلس الحرب الإسرائيلي ليس متفقا على ما يعرضه نتنياهو أمام الجمهور الإسرائيلي. هنالك خلافات كبيرة جدا في مجلس الحرب الإسرائيلي، وهنالك من
قدم لأكثر من مرة نعم يجب إنهاء هذه الحرب لأن هذه حرب عبثية والجيش الإسرائيلي يراوح مكانه. ولكن هذه خلافات نسمعها منذ 7 أشهر والحرب مستمرة. نعم. دكتور يزبك، هذا صحيح، لأن رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي يأسر أصلاً أنا أسميها المجتمع الإسرائيلي ومن ناحية واحدة، ومن ناحية ثانية المجتمع الإسرائيلي أعتقد ما زال يعيش تحت سقف سميته سقف الرعب، رعب 7 أكتوبر. ولذلك أنت تجد أن المتظاهرين الذين ينزلون إلى الشارع ليتظاهروا ضد نتنياهو ويدفعون نحو الصفقة هم لا يزيد عددهم عن 100,000 يعني في أحسن الأحوال. إنما كانت هنالك مظاهرات قبل 7 أكتوبر ما يسمى مظاهرات ضد الانقلاب القانوني، كان يصل عدد المتظاهرين بها حوالي 1,000,000 شخص في الشارع. السؤال هو لماذا يوجد هذا الضغط؟ وهناك قبل 7 أكتوبر كانت كرسي نتنياهو تهتز في تلك المظاهرات. الآن المجتمع الإسرائيلي صامت، وهذا الصمت يساعد نتنياهو على الرغم من كل الاستطلاعات تشير على أن المجتمع الإسرائيلي يريد إنهاء هذا الحرب والوصول إلى نهاية ووقف هذه الحرب العبثية. لكن نتنياهو يعرف أنه إنهاء الحرب سيفتح أبواب السجن، قد يفتح أبواب السجن أمامه بسبب هذه القضية ولجنة التحقيق بانتظاره، ولذلك هو لا يريد إنهاءها دون أن يحقق الأهداف التي تحدث عنها. على الرغم من كل المختصين يقولون له ستفشل فشلا ذريعا لا يمكن تحقيق هذه الأهداف. نعم. إذا نتنياهو بيده مفتاح الحل فقط في مجلس الحرب، هو إذا قرر الذهاب نحو صفقة أو استمرار الحرب. في كان هناك خطأ في الحسابات وفق كثير من المتابعين على صعيد عسكري. ابقوا معنا ضيوفنا الكرام، الآن نذهب لمتابعة آخر تطورات ملف المفاوضات بين حماس وإسرائيل. معنا عبر الهاتف من بيروت المتحدث الإعلامي باسم حركة حماس في لبنان السيد وليد كيلاني. أهلا بك معنا عبر شاشة الغد في هذا البرنامج. سيد كيلاني، أين وصلت المفاوضات بينكم وإسرائيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله أخي حازم، والشكر موصول لضيوفك والمشاهدين الكرام. أهلا بك. آخر الأنباء عن المفاوضات، حاليا هناك وفد من قيادة الحركة موجود في القاهرة، وكما علمنا أن هناك وفد إسرائيلي كذلك وصل إلى القاهرة، وهناك المحادثات جارية على قدم وساق، أكيد المفاوضات غير مباشرة، ونأمل في الساعات أو ربما الأيام القليلة القادمة أن يكون هناك موافقة من قبل العدو الصهيوني، لأن حركة حماس أعلنت بشكل واضح وأبلغت الوسطاء وصدر بيان رسمي أنها وافقت على الورقة التي قدمت لها أو الورقة المصرية، وهذه الورقة التي قدمت لها ليست حماس هي من كتبتها أو هي من كتابة شروط حماس، إنما هذه الورقة عرضت عليها من قبل الوسطاء وتم يعني تعديل طفيف عليها بموافقة المبعوث الأمريكي ويليام بيرنز إلى المنطقة وطلع على هذا التعديل وتم الموافقة عليها من قبل الحركة. أما الآن الكرة في الملعب الإسرائيلي، وأصبح واضحا للجميع وبالدليل القاطع أن من يعرقل التوصل إلى صفقة التبادل هو نتنياهو شخصيا، لأن لديه مآرب شخصية وكذلك أركان حكومته المتطرفة. طيب سيد وليد كيلاني، في هذا السياق، في هذا السياق ما الذي يعقد المشهد التفاوضي؟ ما هي مطالب إسرائيل التي ترفضها حركة حماس؟ يعني العدو الصهيوني يتمرس من كل شيء، يعني هو يريد خلط الأوراق نتنياهو بالتحديد. رأينا أن حينما وافقت حماس على هذه الورقة في بعد ساعات قليلة ذهب ودخل إلى رفح وإلى معبر رفح، وهو سابقا كان يقول لو وقعنا اتفاقية هدنة سندخل إلى رفح، بمعنى أن هناك نوايا إسرائيلية خبيثة واضحة، وهذا نلمسه من خلال تصريحاته المتواترة. تمام، نتحدث هنا عن مطالب إسرائيل الآن المقدمة إلى الوسطاء ولا تقبل بها حماس. حتى الآن لم يتم الإعلان عن نجاح لهذه المفاوضات أو الإعلان عن اتفاق. ما هي هذه النقاط التي تضعها إسرائيل شرطا للقبول باتفاق؟ لها
نحن لا نعلم ماذا تريد إسرائيل، نحن نتكلم عن أنفسنا، نحن قلنا هناك شروط واضحة لدى المقاومة، وقف كلي لإطلاق النار، وكذلك انسحاب العدو الإسرائيلي من قطاع غزة وعودة النازحين إلى الشمال. هذه المسارات الثلاثة تكون مدخلا للمسار الرابع وهو الأهم، هو تبادل الأسرى. ولكن العدو الصهيوني كما ذكرنا مرارا أنه هو من يعطل ويعرقل. يعني أنت لا تعلم ماذا تريد إسرائيل سيد وليد كيلاني الآن المطروح ضمن المفاوضات لا تعلمه الحركة؟ يعني نريد أن نعطي المشاهد لمحة سريعة عن أبرز المطالب الإسرائيلية الآن في ضوء موافقة حماس على المقترح، وكان الرد الإسرائيلي كما تابعنا دخول معبر رفح من الجانب الفلسطيني خلال ساعات. لا نعلم ما هو الجديد الذي تريده إسرائيل. هذه الورقة التي عرضت علينا كانت الجانب الإسرائيلي مطلع عليها، هذا ما أقصده. أما لماذا رفضت إسرائيل هذه الموافقة، هذا السؤال يسأل الجانب الإسرائيلي، بمعنى أنها لا تريد أي اتفاق أو توصل إلى اتفاق. ومنذ قليل كنت أطلع على بعض التصريحات أو التسريبات لمسؤولين أمريكيين يقولون أن نتنياهو شخصيا لا يريد هذه، وبالتالي لا نتوقع توقيع اتفاق بينكم وإسرائيل خلال الساعات المقبلة أو الأيام القليلة المقبلة باعتقادك؟ هذا مموط بالجانب الأمريكي وبجدية الإدارة الأمريكية في الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف العدوان وقبول شروط المقاومة، ولكن يبدو أن الإسرائيلي يتجه نحو المزيد من التصعيد، ورأينا كيف دخل بعملية يعني بروبوغندية إلى رفح وهو يصور إنزال العلم الفلسطيني ورفع العلم الإسرائيلي. كل هذه المشهدية هذا المشهد الذي رأيناه في رفح، هذا لذر الغراس العيون. هذا كان فجر أمس سيد وليد كيلاني، اليوم إسرائيل تستهدف المدنيين وسط مدينة رفح جنوب القطاع، كيف تستعدون للسيناريو الأسوأ سيد كيلاني في حال بالفعل اجتاحت إسرائيل هذه المدينة المكتظة بعشرات الآلاف من النازحين؟ المقاومة وفصائل المقاومة جميعا تعمل بكل ما أوتيت من قوة لمنع هذه المعركة في رفح، لأننا نعلم أن هذه البقعة الصغيرة مكتظة بالسكان 1.5 مليون فلسطيني، ولكن من خلال هذه يعني من خلال الوسطاء من خلال علاقاتنا الدولية نحاول أن نمنع هذه المعركة. ولكن إذا فرضت علينا هذه المعركة يعني يجب أن يعلم العدو لن تكون رفح نزهة بالنسبة له، سنواجهه كما واجهناه في كل بقعة من قطاع غزة، لا خيار لنا كمقاومة سوى مواجهة هذا العدو. ولكن إسرائيل دخلت كل بقعة تحدثتم فيها عن مقاومة في قطاع غزة سيد كيلاني، نتحدث عن خان يونس، عن المحافظة الوسطى، عن شمال القطاع غزة بيت لاهيا بيت حانون وجباليا، إسرائيل اقتحمت كل هذه المناطق ولاحظنا كيف هو حجم الدمار واستخدام القوة الغاشمة من قبل جيش الاحتلال، هل تنتظرون أن يحدث في رفح كما حدث في تلك المناطق؟ العدو الصهيوني وضع أهداف استراتيجية لهذه المعركة منذ البداية، أي من هذه الأهداف تم تحقيقها حتى هذه اللحظة 7 أشهر ولم يستطع أن يحقق أي هدف. نحن نعلم هذا العدو يرتكب المجازر يدمر، ولكن هذا دائب هذا العدو منذ 75 عاما حتى هذه اللحظة. يعني العدو الصهيوني يستطيع أن يدخل لرفح، ولكن هل سيحقق أهدافه؟ هل ستكون نزهة رفح له؟ هو جرب خان يونس، قال سابقا العدو ونتنياهو بالتحديد أننا سندخل إلى رفح إلى خان يونس عفوا حتى نقضي على المقاومة وحتى نحرر الأسرى بالقوة. 4 أشهر في خان يونس ولم يستطع أن يحقق أهدافه وخرج مهزوما مأزوما، واليوم يعيد نفس التجربة في رفح ويقول أنه لا يستطيع أن ينتصر انتصارا مطلقا في هذه الحرب إلا إذا دخل رفح. ولكن إذا دخل إلى رفح ولم يستطع أن يحقق هذه الأهداف، ماذا سيكون موقف نتنياهو أمام الأحزاب؟ واضح تابعنا هذا الكلام منذ بداية الحرب سيد كيلاني. أيضا هناك توضيحات يجب أن نقدمها للمشاهد ومن يتابعنا الآن في قطاع غزة، موقف حركة حماس من الحديث عن طرف ثالث يقود
إدارة معبر رفح البري بعد احتلاله من قبل جيش الاحتلال خلال الساعات الماضية؟ موقف حركة حماس جاء البارح في المؤتمر الصحفي للأخ أسامة حمدان أن نحن نرفض أي طرف ثالث يتولى هذا المعبر. هذا المعبر بين الجانب الفلسطيني والمصري، وأي جانب آخر أو أي طرف ثالث يكون في هذا المعبر سنعتبره يعني مثل الاحتلال الإسرائيلي. لذلك هذا معبر فلسطيني مصري، السيادة يجب أن تكون لهاتين الطرفين فقط. نعم، هل يعد الآن ملف المعبر ورقة من أوراق التفاوض في الاجتماعات في القاهرة؟ يعني هذا ما يريده نتنياهو والإدارة الأمريكية. يعني سمعنا من خلال تصريحات المسؤولين الأمريكان اليوم أن إسرائيل لها الحق أن تفرض شروطها أو أن تكون لها السلطة في رفح وأن تمنع حركة حماس من السيطرة على هذا المعبر، ولكن المقاومة واضحة في شروطها، لن تقبل أن تكون تحت الضغط، لن تقبل أن تفاوض تحت النار. لذلك موقف الحركة واضح، إذا التزمت إسرائيل بهذه الورقة المصرية ستلتزم الحركة، وقد أبدت الحركة موافقتها منذ يومين، ولكن العدو الصهيوني يريد بهذه الخطوة خلط الأوراق، يريد قلب الطاولة على الجميع. ومن هنا نقول أن نتنياهو يعني أصبح واضحا في أزمة كبيرة حينما وافقت حركة حماس على هذه الاتفاقية. طيب، فكانت ضربة قاسية له، ومن هنا جاءت هذه الخطوة العبثية. وكما ذكرت أن العدو الصهيوني ونتنياهو سيد كيلاني يقاتل دون أهدر. ختاما، الخطوط الحمراء بالنسبة لحركة حماس في هذه المفاوضات؟ يعني المقاومة لم توافق بأي حال من الأحوال على اتفاق لا يتضمن صراحة وقف الحرب على قطاع غزة وعودة النازحين إلى الشمال وانسحاب العدو الصهيوني من قطاع غزة. هذه المسارات الثلاثة لا مساومة عليها، وهي واضحة وضوح الشمس لدى المقاومة، وكذلك أبلغنا ذلك للوسطاء ولكل من يعنيه الأمر. أشكرك جزيل الشكر السيد وليد كيلاني المتحدث الإعلامي باسم حركة حماس في لبنان، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا لك. الآن بالعودة مشاهدينا إلى ضيوفنا من القاهرة وحيفا وواشنطن، أذهب لك سيد كالفين دارك ضيفنا من واشنطن. استمعت ما قاله المتحدث باسم حركة حماس، حماس وافقت على المقترح الذي قدم من الوسيطين المصري والقطري، إسرائيل ردت باقتحام واحتلال معبر رفح الحدودي على الجانب الفلسطيني. في ضوء هذا الذي ذكره السيد كيلاني وأيضا ما ناقشناه في سياق هذه الفقرة، هل نتوقع الساعات المقبلة تحمل الأمل بتوقيع اتفاق بين الجانبين، أم أن الأمور معقدة وتحتاج إلى وقت طويل من أجل التوصل لاتفاق؟ أنا أؤمن أن ما نحتاجه حقاً أن كل الدول الفاعلة بعيداً عن حماس وإسرائيل مثل الولايات المتحدة الأمريكية يجب عليهم أن يعملوا بجد من أجل سد الفجوات ما بين كلا الطرفين. وأيضاً الولايات المتحدة الأمريكية تحاول قدر الإمكان أن تستخدم قوتها التفاوضية وكذلك قدراتها العسكرية من أجل إحقاق هذا الاتفاق. إذن الأمر بحاجة إلى وقت وإلى ضغط أمريكي كذلك ومن الوسطاء. دكتور طارق فهمي، ختاما في دقيقة، ما رأيك فيما تحدث به السيد وليد كيلاني فيما يتعلق بموقف حماس وأيضا ورقة جديدة تضاف إلى أوراق التفاوض، معبر رفح الحدودي؟ المشكلة الآن ليست في المعبر فقط، ولكن في احتمالية أيضا التواجد في ممر صلاح الدين
وبالتالي تنتقل المواجهة إلى كل رفح، وبالتالي الرهان على أن العملية ستكون محدودة. ربما يكون هذا الكلام يحتاج إلى مراجعة إذا لم يتم التوافق إلى اتفاق وتشبث كل طرف به، فستكون هناك عملية بطبيعة الحال لكنها ليست عملية شاملة. سيتم عمليات الإخلاء على مراحل، والتقييمات تمضي في هذا الإطار، وعمليات زحزحة الفلسطينيين إلى مناطق متعددة وفتح المنافذ لهجرة طوعية، بمعنى أنه يكون الأمر مرتبط بالفلسطينيين أنفسهم. هناك يا سيدي خطط شيطانية حقيقية، الجانب الأمريكي والإسرائيلي ينسقان فيها، وبالتالي أنا أعتقد إذا لجأنا إلى المسار الآخر ستكون هناك عواقب، أخشى أن أقول أنها عواقب سلبية متعلقة طبعا بإعادة تجديد فكرة الترانسفير أو الترحيل مرة أخرى. أشكرك جزيل الشكر من القاهرة أستاذ العلوم السياسية دكتور طارق فهمي، ومن حيفا كان معنا المحاضر في جامعة حيفا دكتور محمود يزبك، ومن واشنطن كان معنا عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي السيد كالفين دارك. شكرا جزيلا لكم ضيوفنا الكرام.